اليوم حاضرين هنايا باش نحيوا هذه الذكرى ديال سيدنا الله ينصرو والله يعزو والله يشافيه ويعافيه. حنا جمعية التحدي للإعاقة في المقر ديالها في الدشيرة الجهادية كنحتفلوا بهذه المناسبة ديال الذكرى 25 ديال المسيرة الخضراء، وكنحيوا سيدنا وكنحيوا المسيرة الخضراء، وكتبقى ديما الصحراء المغربية، ديما الصحراء المغربية، ديما الصحراء المغربية. حنا واقفين ديما وراء سيدنا، واللي قالها احنا وراه، واللي بغاها غنديروها، واخا كاينه الاعاقه، واخا ما قادين كنديروا ديما جهدنا وكنديروا داكشي علاش قادين. جمعنا الدراري الى غادي تجمعوا راه كيتجمعوا بمشقه، عرفتي، لان التواصل ما كاينش بزاف. الدراري الاغلبيه ما عندهم تليفونات لان عندهم مشاكل اخرين، عندهم المصاريف اخرين، عندهم والله يحسن العوان. يعني بزز باش جمعناهم وتجمعنا في الدشيرة، في التيران ديال الدشيرة ديال لودي ديال الدشيرة، وشدينا الطريق من الدشيرة حتى اللي نزكان حدا العمالة، وهنا درنا الاجتماع، وكنتمناو هذا الخير يخرج بخير وعلى خير ويكمل بجهد الله ان شاء الله على احسن ما يرام. والحمد لله الصراحه شات بزاف ديال الناس اللي هما في وضعيه اعاقه شاركوا في هذه المسيره هذه، وهذا الشيء الصراحه كيفرح بان لحقاش حنا عطينا فرصه لهاد الناس تاهما انهم يشاركوا ويحسوا بهذه الفرحه ديال يعني الوطنيه، وكذلك احساس يحسوا بك الناس اللي كانوا مشاو ماشوا هما ما تحسوش بالاقصاء ولا التهميش. بالنسبه لنا حنا كذلك جبنا هاد الاطفال كما كتشوفوا براعم كشافات المغرب فرع الدشيره باش يشاركوا معنا في هاد المسيره هذه لترسيخ قيم الروح الوطنيه وكذلك حب الوطن منذ الصغر. وبالنسبه لهاد المسيره المضفره هي كتشمل جميع الفئات يعني الطبقيه، ما حقسيناش ولا ما حددناش واحد الفئه اللي هي خاصها تشارك في هاد المسيره، بالعكس جميع الفئات منهم ذوي الاحتياجات الخاصه كما كتشاهدوا معنا مشاركين، اطفال نساء ورجال كذلك في وضعيات اعاقه التحقوا بنا في هذه المسيره ولبوا لنا الطلب ديالنا. كنشكرهم بزاف من هذا المنبر. احنا اليوم ان شاء الله في تخليد ذكرى المسيره الخضراء المضفره هنا بمدينه الدشيره الجهاديه، وبالضبط في مركز عماله يزقانيت من اللول، والحمد لله كان واحد الاقبال كبير الحمد لله ديال الناس اللي جاوا يخلدوا هذه الذكرى، هذه الذكرى المجيده والعزيزه على قلوب المغاربه. الحمد لله احنا كمنظمه افريقيا المسعفين حنا بدورنا جينا نخلدوا هذه الملحمه هذه، وجينا نوعيوا الناس يعني كتوعيه وتحسيس باهميه الاسعافات الاوليه والضروره ديالها في المجتمع وفي الاسره وفي المحيط ككمل. بالنسبه للتذكير كهاد الملحمه هذه خصها تكون تخليد وتكون ذكرى يعني كما هي وتبقى كما هي الاجيال الجايه والاجيال القادمه ان شاء الله يعرفوا ان المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها الى ان يفتح الله الارض ومن عليها.